يشمل تخصص الفنون التطبيقية في جامعة فلسطين التقنية خضوري مجموعة متنوعة من المجالات الفنية مثل التصوير الفوتوغرافي والرسم والديكور الداخلي وغيرها من المجالات. يضم قسم الفنون التطبيقية 10 من أعضاء التدريس من مختلف الرتب الأكاديمية، بالإضافة إلى المحاضرين الغير متفرغين من مختلف التخصصات، ويلتحق به ما يزيد عن 100 طالب وطالبة سنوياً. مرحبا، أنا الطالبة سجاد وان من قسم تصميم فنون تطبيقية للسنة الثالثة. قسمنا بيشمل 3 فروع واللي هن الجرافيك والتشكيلي والداخلي. والجرافيك بقوم على انه بنصمم برامج، يعني بنصمم اشياء على الكمبيوتر بحيث انه مثلا بوسترات لاعلانات او اشياء تطبيقيه اكثر، يعني بتكون عمليه. يفتح هذا المجال لتاهيل كوادر متخصصه تتعامل مع متطلبات البيئات الداخليه بمهنيه وحرفيه عاليتين، وتكون قادرة على مواكبة سوق العمل في مجالين التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي، وعلى تنمية مهارات الطالب التصميمية والفنية والمهنية والحرفية، وبذلك يؤهل التخصص الخريجين للعمل في مجالات متنوعة تشمل المهن المحتملة بدراسة تخصص الفنون التطبيقية. يعطيكم العافية، أنا الأستاذ أسامة خضير، محاضر في قسم التصميم والفنون التطبيقية. تخصصنا عبارة عن تخصص مزيج بين التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي. هو موجود في الجامعة، في فروع الجامعة في رام الله، كان منذ عدة سنوات، ولكن منذ عام 2017 تم افتتاح القسم في جامعة خضوري فرع طول كرم. هنالك إقبال كبير على التخصص من قبل الطلبة، يعني احنا حوالي في كل سنة تقريبا نقبل حوالي 80 ل 100 طالب كل فصل أو كل سنة دراسية أو عام دراسي جديد. يهدف القسم إلى التميز في مجالات البحث والتدريس وفي الإبداع والفن، بالإضافة إلى تأهيل خريجي القسم أكاديمياً وثقافياً ليصبحوا قادرين على إبراز دورهم في تطور الحياة الإنسانية. فاطمة ملحم، تلفزيوني خضوري.